السلام عليكم. نزلت 5 كيلو في اول يومين. في مشكله؟ المشكله مش عندك، المشكله عندنا احنا اللي حالنا ضعيف. لا يا فندم، اي حد بينزل في اول دايت وهو كان جاي مبوظها من سكريات وحلويات ونشويات ودهون وكل ده، جزء كبير جدا ميه. ليه ميه يا دكتور؟ لان اول مصدر لانتاج طاقه في حاله انك انت مقلل جلوكوز او مقنن من بند الكربوهيدرات سواء رز او عيش او مكرونه، جزء كبير جدا بيكون متخزن في الكبد والعضلات هو الجلايكوجين، وده اول مصدر لانتاج طاقه في حاله اختفاء الجلوكوز او استقرار هرمون الانسولين المتعلق بالجلوكوز. لما بيخلص الجلايكوجين ده، وده بيبقى محمل بالماء، فبالتالي انت بتلاقي نزولك على الميزان سريع، بعد كده نزولك على الميزان بيبطأ، ولكن حرق دهونك بيكون شغال طالما انت فضيت كل مخازن الجلايكوجين. ايا كان النظام اللي انت ماشي عليه، كيتو او لو كارب او هرم غذائي، لازم تفضي الجلايكوجين. والجلايكوجين ده انا قلت عليه قبل كده، في ناس بتستغرق حوالي اسبوعين لتفضيه الجلايكوجين، وفي ناس بتاخد 3 اسابيع، وفي ناس بتاخد شهر. طب يا دكتور، عشان اخش في حاله حرق دهون وديمومه حرق الدهون تكون مستمره كالدينامو، لازم افضي مخازن الجلايكوجين ديت على اخرها عشان جسمك ينقل على مصدر الطاقه الاخر. بس في حاجه انا عايز اقول لك عليها، ان المصدر الثاني لانتاج طاقه في حاله اختفاء الجلوكوز هو الجلايكوجين. المصدر الثالث لانتاج طاقه في حاله اختفاء الجلايكوجين او نفاذ كميه الجلايكوجين هو الدهون. هو مصدر صعب اصلا انك انت تستخدمه في حرق الدهون، بس امتى يكون سهل؟ في حاله انك انت تكون مقنن حصص الكربوهيدرات على مدار يومك، يظل حرق دهونك عالي ويظل جسمك في حاله من حالات الديمومه حرق الدهون بدون التوقف. طب امتى يتوقف حرق دهونك؟ لو انت وفرت مصادر كربوهيدراتية كتير في يومك، فبالتالي عطيت لجسمك مساوي لاحتياج الجسم، يتوقف حرق الدهون ويرجع يشتغل تاني. امتى يا دكتور؟ لو انت حافظت على نسب الكربوهيدرات في يومك تكون اقل من احتياج جسمك، فجسمك يخش في حالة ديمومة حرق الدهون. لذلك دايما انا انصح الناس بايه بقى؟ انك انت ما تحاولش ترفع مستوى السكر في الدم بتاعك، وعشان انت ما ترفعش مستوى السكر في الدم بتاعك، لازم تحافظ على وجبات كامله متكامله العناصر الغذائيه، عشان مستوى السكر في الدم لو ارتفع هيرتفع معاه هرمون الانسولين، يتوقف معاه حرق الدهون. ليه يا دكتور انت بتقول كده؟ انا بقول كده بمنتهى البساطه، انك انت توفر في كل وجبه يوم ما تنوي تجوع وجبه فيها عباره عن بروتين وخضار ودهون، ولو بتاكل نشويات ضيف العنصر الرابع، ولازم لكن تضيفه بنسبة 3:1. يعني يا دكتور 3:1، تاخد 3 أطماط بروتين وخضار وأطمة نشويات من 3:1 وهكذا، وبتتوقف عن هذه الوجبة، ثم مباشرة بعد من الحليب بعد الوجبة مباشرة، عشان الحليب فيه سكر لاكتوز وبيرفع مستوى الأنسولين بطريقة رهيبة جدا. فلذلك أنا بتناول السكريات اللاكتوزية بعد الوجبة، ومش بس السكريات اللاكتوزية، لا ده السكريات الفركتوزية اللي جاية من الفاكهة. لذلك أنا بقول دايما اتغدى، خد الوجبة بتاعتك بروتين وخضار ودهون خلاص، ولو عايز تاخد نشويات تدخل العنصر الرابع مفيش مشاكل، وتاخده بنسبة 3:1، ثم تتناول 3-4 شرايح بطيخ او تفاحتين او موزتين، ما يكونوش طري، يكون موز اخضر عشان يكون سكره قليل، وابعد عن الفاكهة اللي بتمتص من الفم. ايه هي الفاكهة؟ اللي هي البرتقال، الرمان، اليوسفي، الكاكا، البلح، العنب. طب انت يا دكتور ما ذكرتش المانجا، هي طالعة في الصيف، مفيش مشاكل، خدها من زيت البلع بعد الوجبة الكاملة العناصر. الحلقة دي في السريع عشان تعرف انك انت مش كل وزن بتنزله في اول الدايت هو الوزن اللي انت هيفضل جسمك مستمر عليه كل 3 ايام تنزل 5 كيلو، مفيش الكلام ده. لا، انت بتنزل في الاول وزن سريع، والوزن السريع ده طبقا لانت وزنك بقى كام. يعني انت لو انت بادئ 200 غير بادئ 150 غير 120 غير بادئ 80 كيلو، فالبوست بتاعك ده ممكن يعقد ناس تانية لانه يكون وزنها قليل منك بكتير جدا. فلازم تبقى انتوا كلكم عارفين ان احنا اوزاننا مختلفة طبقا ليا شطار لمخازن الجلايكوجين اللي في الكبد والعضلات، وكل واحد وليه مخزنه من الجلايكوجين انا ما اقدرش اعرفها، ولكن اعرف حاجة ان كلما زاد الوزن زاد معدل حرقك في بداية الامر، عشان الجلايكوجين بيبقى جزء كبير جدا في العضل. السلام عليكم.